أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، جميع أسماء النبي عليه الصلاة والسلام هي نعوت وليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف، بل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام مشتقة من صفات قائمة به عليه الصلاة والسلام توجب له المدح والكمال البشري. ولا يمكن أن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة جبار السماوات والأرض، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب.